بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا زدنا من الهدى والتقى وثبت أقدامنا فيما تحب وترضى يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله عند رب، والله غالب على الأمر، والأمر لله من قبل ووقتئذ وما لا نهاية له. الأمر لا يشارك، أمر الله يشارك بأحد، لأنه لا شرك على حق. وأكبر ظلم هو أن تشرك بالله أحد من بنات أفكارك المريضة. ليس لك من الأمر شيء، يعني ما تدخلش في أمور لا تعنيك. شوف القدر اللي يراده ربي لنبينا القائد الكريم المغوار المنصور عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه أمور خاصة بها سي منبناش، هي حصرية لي لا لك ولا لغيرك. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هك ولا هك، حب يتوب عليهم لأن رحمة وسعت كل شيء، وربما أعطاهم هداية أخرى وأعطاهم أجل آخر صلحوا به أحوالهم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالموا. سيان تاب والعذب، لأنهم هم ظالمون فإنهم ظالمون، يعني طبيعتهم باش مش تشبهها، باش مش تصورها، إلا بالظلم. sont des gens injustes. Ils sont contre le juste Dieu, l'unique juste avec un J majuscule. والسلام.